حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. انتشرت في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة ظاهرة التيارات الإسلامية المسلحة والتي تؤمن بالتغيير عن طريق العنف والتكفير، وقد دخلت هذه المجموعات في صراع دموي مع الدولة والمجتمع على السواء، وقد أصبحت جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من الفصائل المسلحة في سوريا من المجموعات التي تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. وجبهة النصرة على سبيل المثال، والتي تأسست في سنة 2011 وتضم بين ظهرانيها عناصر مقاتلة من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية والتي سبق لها أن قاتلت في العراق وأفغانستان والصومال، هذه الجبهة تأسست حديثا في سوريا، ويذهب بعض الخبراء إلى القول بأن جبهة النصرة لأهل الشام ولدت من رحم تنظيم القاعدة، وهذا ما يفسر التعاون الوثيق بين جبهة النصرة والقاعدة في العراق. وللإشارة، فإنه قد غير اسم تنظيم القاعدة الذي قاده الأردني أبو مصعب الزرقاوي إلى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، ثم التوحيد والجهاد، ومن ثم دولة العراق الإسلامية، ثم جبهة النصرة لأهل الشام، تعبيرات وأوصاف كثيرة جدا. وبحسب ما كتبت روزين بليك وهي خبيرة في شؤون الجماعات المسلحة، فإن ما يجمع عليه أعضاء جبهة النصرة أن دين الله لا بد أن يتحقق، وأن الخلافة الإسلامية يجب أن تنتصر في نهاية المطاف. ورفعت دولة العراق والشام الإسلامية شعار من ديالى إلى بيروت: الخلافة الإسلامية. جبهة النصرة والفصائل المسلحة في سوريا محور حلقة اليوم من برنامج ألف لام ميم. ويشاركنا في النقاش من دمشق إمام مسجد بني أمية الشيخ مأمون رحمة، ومن الأردن وكيل الجماعات الإسلامية والخبير في شؤون القاعدة الأستاذ موسى عبداللات، وهنا معي منسق ندوة العلماء في الشمال اللبناني في عكار الشيخ عبد السلام الحراش. مرحبا بكم جميعا. شيخ عبد السلام، إلى وقت قريب كانت سوريا خالية من التنظيمات المسلحة، لكن بسرعة وبشكل سريع جدا تأسست الفصائل المسلحة في سوريا، من جبهة النصرة إلى القاعدة إلى لواء الإسلام إلى لواء التوحيد. ما هي مبدئيا حقيقة هذه الفصائل التي تؤمن بالعنف للوصول إلى الحكم؟ ما هي حقيقتها، وكيف تكونت في بيئة سورية كانت تتخذ سمة العلمانية والمدنية والثقافة الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى ومعلم الناس الخير الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا المجال لا بد أن نعود إلى القاعدة، القاعدة التي ولدت من الرحم الأمريكية، والكل يعلم في أفغانستان صنعت أمريكا هذه القاعدة وجهزت لها كل المقومات لتحقيق أسس سعى الأمريكي من خلالها أن يواجه الشيوعية أو السوفيات في أفغانستان. نعم. إذن دعمت أمريكا هذه الظاهرة، وما لبثت أن انقلبت عليها بعد انسحاب السوفيات من أفغانستان. نعم. أمريكا الراعية التي جعلت من القاعدة سببا أساسيا ومركزيا لتتحول إلى العالم، كل العالم، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. رأينا كيف انفلشت الولايات المتحدة تحت هذه الذريعة وهذه الأسباب، فغزت أفغانستان واحتلت العراق في إطار
محاربة الإرهاب وهي صانعته. أنت تقول شيخ عبد السلام قبيل الانطلاق إلى بقية المحاور أن جبهة النصرة وأخواتها من الفصائل المسلحة في سوريا ولدت من رحم القاعدة الأفغانية، القاعدة التي أسسها العقل الاستراتيجي الأمريكي، لكن بالنسبة للمضمون الفكري للقاعدة، بالنسبة للمضمون الفكري لجبهة النصرة، وهنا بين يدي المبادئ الأسس والأهداف لجبهة النصرة، هنالك استخدام واستثمار للآية القرآنية للأحاديث الشريفة. فإذا اطلعنا على هذا الكتيب ما هي أهداف جبهة النصرة، نقرأ دباجة قرآنية نبوية: الحمد لله القوي العزيز ناصر المستضعفين وكاسر الجبابرة المستكبرين، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن هل العقل السياسي الأمريكي كان دراية بالقرآن مفسرا للأحاديث النبوية حتى استطاع أن يستنبط من التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي منهجا جديدا لتدمير العالم الإسلامي؟ مما لا شك فيه أن الدوائر الاستخبارية استطاعت عبر هؤلاء أن تستولد من الإسلام شعارات لحصد الرؤوس لتسيء إلى الإسلام بالإسلام. وأود في هذه العجالة أن أقول الإسلام لم يتغير، من تغير هم المسلمون. وبالمناسبة أنا أود أن أدخل مباشرة إلى قضية أساسية وأرد على منتحلي صفة السلف وأقول هم خلف أضاعوا البوصلة، قرأوا القرآن فلم يفهموا ولم يعلموا أن الصادق المصدوق القدوة صلوات الله وسلامه عليه كلما ابتعد عنه هؤلاء هم إلى العنف أقرب، ولا استخدامات الأمريكي واستثماراته واستهلاكه لهذه النتوءات، بل الأعراض التي أصابت جسد هذه الأمة وعناوينها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونستكمل كل التفاصيل. أستاذ موسى عبد اللات، استمعت إلى ما قاله الشيخ عبد السلام الحراج من أن هذه المجموعات المسلحة تربت في الاستراتيجية الأمريكية، وأن أمريكا استعانت ببعض التاريخ الإسلامي، استعانت ببعض المفردات الإسلامية، وأسست تنظيما ثوبه ثوب إسلامي وقلبه قلب مسادي، يقول ضيفي الشيخ عبد السلام الحراش. فهل توافقه القول مبدئيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد المحجرين المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحقيقة أنه هذا الكلام مخالف للحقيقة والواقع من جهتين. نعم. الجهة الأولى أن الغزو الأمريكي العالمي الاستكباري لأفغانستان كان واضحا وتحت بصر ونظر العالم من أجل القضاء على المشروع الإسلام السياسي الذي قاده المجاهدون وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن وأيضا الشيخ الملك عمر وكل المجاهدين في الساحة الأفغانية. ومن هنا كان التشكيل الأساسي للأفغان، هم أفغانيين بالأساس، وقاموا بطرد الدب الروسي أو الكلب الروسي حقيقة الذي طرد من هذه البلاد التي احتلها عنوة وقوة، وجاء الاحتلال الأمريكي أيضا ليقضي على هذا المشروع الإسلامي منذ بداياته. ثم أن الغزو الأمريكي للعراق كان تحت بصر ونظر العالم العربي، وقامت الأنظمة العربية رأسها النظام الجزار بشار الأسد بالمشاركة بحفر الباطن، وأيضا غزو العراق الذي تآمرت كثير من الدول العربية والإسلامية والعالم كله من أجل هزيمة الرئيس أو النظام العراقي حقيقة، وكان هناك غزو أمريكي للعراق، ورأينا الدبابة الأمريكية على جسر الرشيد، ومن هنا بدأت الجهاد ضد المحتل من قبل العراقيين ويساندهم إخوانهم العرب والمسلمين في كل مكان. من هنا يعني جاءت الحركات الإسلامية المجاهدة لكي تلتحق بإخوتها سواء في أفغانستان أو في العراق أو حتى الآن في سوريا، من أجل ضحض ومن أجل طرد المحتل
في هذين البلدين. ومن أستاذ موسى، من أجل أن نعم يكون هناك مدافعة، مدافعة إذا سمحت لي يا أستاذ. لا فقط استفسار، أريد عن المدنيين، عن المدنيين، إذا سمحت بس أكمل عبارة، عن المدنيين التي ارتكبت ضدهم المجازر وتحت سمع وبصر العالم أجمع، وفي ظل التآمر الإيراني الروسي، أيضا حتى من عندكم من قبل حزب الله الذي تورط في هذا الموضوع. أستاذ موسى، ذكرت أن القاعدة تحارب الولايات المتحدة الأمريكية وتحارب أمريكا، وواجهت الأمريكيين في أفغانستان وفي العراق، لكن أرجو فقط أن تعلق على هذه الصور. هذا عنصر من عناصر الفصائل المسلحة في سوريا يذبح مواطنا، سميه عسكريا، سميه مدنيا، سميه طفلا. هذا أيضا أطفال قتلوا بالجملة والمفرق في خان العسل. نعم دقيقة، ستكمل. نعم هذا أيضا، هذا رأس مقطوع باسم الله وبالله أكبر. وهؤلاء مجموعة من الناس أيضا الذين قتلوا في ضواحي حلب. أنا فقط أريدك سيد العزيز أن تفسر لي، هل الأمريكان هم الذين يقتلون في سوريا وفي العراق، أم أن العراقيين هم الذين يذبحون والسوريون هم الذين يذبحون من الوريد إلى الوريد؟ وما علاقة كل ذلك بمحاربة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا أجساد معلقة. سأعطيك المجال أستاذ موسى. أخي العزيز، هذا أيضا شخص مذبوح من الوريد إلى الوريد. نعم إذا سمحت لي يا شيخ، أنت ما أعطيتني المجال، إذا سمحت لي يعني نوع من الحوار أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر. أكيد يعني يكفي أن يكون هناك اليوم شاهد. المنظرة الكبيرة التي ارتكبها الجزار بشار الأسد وزبانيته وعصاباته ضد المدنيين في ريف دمشق، 1300 شهيد من المدنيين باستخدام السلاح الكيماوي، هذا اكبر شاهد. مئات المجازر، انت ما اجبتني استاذ موسى قبل الأسد يا استاذ موسى، انت ما اجبتني عن حركه الذبح وفي ريف دمشق وفي حماة. والان اذا سمحت لي، هذه المجازر نعم تحت صمت وبصر العالم اجمع الذين يموتون في سوريا من قبل الجزار بشار، حتى اصدقاء ايران الفلسطينيين في المخيمات. استاذ موسى اذا سمحت لي، ما تقاطعني، انا ما قاطعتك. الفلسطينيين النادي الفلسطيني في مخيم اليرموك، اذا سمحت لي بس، اذا لن اسمح لك. وهذا ليس يا استاذ موسى، انا سالتك استاذ موسى، أنا الذي وجه الحوار. المجازر في مخيم اليرموك، أستاذ موسى أنا الذي وجه الحوار إذا سمحت. المجازر ضد الفلسطينيين كانت واضحة يا أستاذ موسى. أنا سآتي إلى الغوطة. أنا سألتك، أنت ما أعطيتني مجال أرد عليك. أنا سألتك عن الرؤوس المقطوعة، سألتك هذا تصفيات بالجملة والمفرق، من المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ ما تركتني أجاوب يا شيخ. هذا الرأس المشوي، هذا الرأس المشوي من شواه؟ تفضل أجبني الآن. نحن نرفض إذا سمحت لي، نحن نرفض قتل أي مدني في سوريا، ونقول لكل شخص يحمل السلاح من أي جهة كانت أنه يتوجب عدم قتل أي مدني بأي شكل من الأشكال، وأن التزوير الذي تقوم به وكالة سانا والإعلام السوري واضح في هذا الاتجاه، وأن هناك استغلال وفبركة لهذه الأمور بشكل واضح. وأضيف بأنه لا يمكن لمسلم أن يقوم بقتل المدنيين. المستهدفين فقط في سوريا هم الذين يقومون بقتل المدنيين من قبل هؤلاء الزمرة والعصابة التي يقودها الجزار بشار الأسد، التي قتلت المدنيين في مخيمات اليرموك وسبينة، وأيضا قتلتهم الآن في دمشق. الآن من حق الشعب العربي السوري أن يدافع عن نفسه، وأيضا من قبل هؤلاء المجاهدين. شيخ عبد السلام، شيخ عبد السلام، موسى عبد اللات يقول أن الرؤوس المذبوحة وأن الأجساد المقطوعة والنسوة العلويات المغتصبات والشيعيات المغتصبات في حمص وفي غيرها هي أكاذيب وكالة سانا، كيف ترد عليه؟ يا عبد اللات، يبدو أن لكل مسمى من اسمه نصيب، فأضف أن تصادق هلأ من يدعمك في هذه الحلقة فيكون اسمه عبد العزة، فبيمشي حالكم لأنكم أسرى لشهواتكم ورغباتكم. أنت يا شيخ أنتم مارقون من المجزرة. إذا أنت عندك إذا أطفال عندما تأتي على ذكر المقاومين تطأطئ رأسك.
نحن نرفض تأتي على ذكر حزب الله. نسمع يا استاذ، نسمع يا استاذ موسى، لا نقتل، نسمع نسمع ماذا يقول. تفضل. شهواتكم ورغباتكم يا اكليلكم البشر، ونقول انه يتوجه عدم قتل المدنيين البشر ونساء. لا يحق لكم ان تقدموا انفسكم انكم مصلحون في هذا. لا بس ساعود اليك استاذ موسى، ساعود اليك. ثم اقول لك يا عبد اللات، اول ما تبدا به اذا كنت تحارب الاصنام ان تغير هذه الشهرة. نعم. فأنا أنصحك. ثانيا كيف ترد عليه الآن؟ ثانيا نعم. فيما يحصل، ما يحصل في سوريا اليوم، أن هناك فئة مارقة خارجة عن الأصول وعلى الأصول، وأحيله إلى مجمع البحوث في الأزهر الشريف. لا أعلم رأيه بالأزهر. تفضل الشريف. أكمل أكمل الآن. ميز بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الصادر بعد أحداث 11 من أيلول في أمريكا بين الإرهاب وبين القتال الذي شرعه الإسلام، هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيا وإفسادا في الأرض. ومن حق الدولة، اسمع يا عبد اللات، ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين ويبدو وأنت منهم، وأن تقدمهم للهيئات القضائية لتقول كلمتها العادلة بشأنهم. هذا بيان مجمع البحوث، مجمع البحوث التابع لجامع الأزهر. نعم. فالسيد عبد اللات يجب أن يدرك أن سوريا الآمنة المطمئنة حيث استجلب إليها هؤلاء من كل حدب وصوب ليقاتلوا على أرضها. لم يخرج الجيش العربي السوري ليقاتلك في الأردن. عندما تذكر السيد الرئيس بشار الأسد وحزب الله، فعليك أن تعلم أن هؤلاء مرغ وجه إسرائيل في الأرض. لم يعد رئيسا لسوريا. لا تقاطعني يا شيخ. أنت ضعيف، أنت ضعيف الحجة. أنا بدك أقاطعك، تعرف ليش؟ لأنه أنت ضعيف. تعرف ليش أنت ضعيف؟ لم يطلق طلقة واحدة. أنت ضعيف. إن هذه المقاومة التي شرفتكم وشرفت كل العرب. نعم. وأيضا تعرف تماما أنه في 82 تآمر على الشعب الفلسطيني. شيخ موسى. تعرف أن النظام السوري نظام متآمر. يا أستاذ موسى. نعم. أنت تتبجح. نعم. شيخ عبد السلام. سأتركك يا موسى. وسأتركك يا شيخ عبد السلام. أعطوني شيخ. دمشق، أعطوني دمشق. شيخ مأمون رحمة إمام مسجد بنو أمية، أكيد كنت تسمع السجال الدائر. ها هنا هنالك شخص يقول أن ما يجري في سوريا من تقتيل ومن تدمير إنما تضطلع به الدولة السورية. فقط أريد أن أسأل هذا الطفل الذي كان يبيع القهوة، انعقدت عليه محكمة شرعية وصدر الحكم الشرعي بقتله. يعني لا أعرف من قتله. الذين قتلوا جاءوا من المريخ. عموما شيخ مأمون، شيخ مأمون، أنت إمام مسجد بنو أمية، كنا نتحدث عن الأصول الفكرية والثقافية للفصائل المسلحة في سوريا، فبدأ الهجوم من ضيفي في عمان. أريد منك شهادة أمام الله، أنت أذنك مقطوعة، من قطعها؟ النظام السوري أو الإرهابيون في سوريا؟ وأرجو أن تريني أذنك أيضا المقطوعة. قبل كل شيء دكتور يحيى، هذا الكلام الذي تفوه به موسى عبد اللات هو كلام أصبح في طي النسيان، أقولها بصراحة، لأن الشعب السوري سئم من هذا الكلام. وثانيا هذا الكلام هو غايته من باب التحريض والفتنة. الشعب السوري في الغوطة يا شيخ، والشعب في مجازر حمص وحماه، واللي واقفين على المخابز وقتلتوهم. والشعب السوري الآن هل هو الشعب الفلسطيني دمرتوه بمخيمات سنين واليرموك؟ لا تقاطعني يا أخي. عن أي شعب تتحدث؟ يا أخي أنت عندما تكلمت أنا عن النازحين واللاجئين. تعلم آداب الحوار يا أخي ثم تكلم. الإيرانيين وقواعد حزب الله، بدل أن تذهب إلى الجنوب إلى الجنوب وتقاتل إسرائيل. أجيب على السؤال. تذهب وتقوم بتحرير القصير من قبل المدنيين؟ هل الشعب السوري المدنيين في القصير أنت هم موضوع إيران وحزب الله؟ وهل المزرعة اليوم من استخدام السلاح الكيماوي أكبر شاهد على جرائم الأسد؟
وزمرته يا استاذ موسى ولا تستطيع يا استاذ موسى يا شيخ مأمون دقيقه يجب ان نسوي بالحوار يا شيخ موسى اذا سمحت يعني شيخ موسى اذا سمحت نعم شيخ مأمون شيخ موسى نحن كمثقفين نؤمن بكل الاراء اعطيتك حقك تكلمت واتهمت وشوشنت وزمجرت عن هذه العائلة دع الشيخ مأمون يتكلم الأسد يا شيخ. نحن من أراد الحق والحقيقة القرآن واضح والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أنت لا تتهمني ولا تتهجم علي من آداب الحوار والمناظرة إذا كنت تفهم في الحوار والمناظرة فاسمع ثم رد بالحوار بالتي هي أحسن لأن الله سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن. دكتور يحيى أما بالنسبة للقتل والإجرام الذي يحدث في سوريا هذا ليس من ثقافة السوريين ولا من تاريخ السوريين ولا من أخلاق السوريين ولا من عراقة الشعب السوري. بالعكس أنت إذا نزلت إلى الساحات تجد كل السوريين يقولون نعم للتراحم، نعم للتعاطف، نعم للأخوة، نعم للتعاون، نعم للحوار الذي يوصل إلى حقن الدماء. أما التحريض هذا سئمنا منه، هو مرض العصر اليوم، أقولها بصراحة، التحريض اليوم على القتل، التحريض من أجل الفتنة هو من مرض العصر اليوم، وما دمر الأمة الإسلامية وما أحرق البلدان العربية والتي ستحرق في الأيام القادمة والله أعلم كلها من سبب التحريض. كفانا تحريضا، من أراد خيرا للشعب السوري فليأتي إلى طاولة الحوار. لما يتمسك بمبدأ التحريض والشتيمة والسب؟ من شتمنا نحن؟ شيخ مأمون نحن شيخ من شتمنا؟ مأمون من سببنا؟ من حرضنا؟ نعم من شيخ مأمون على قتله من شيخ مأمون نعم. اريد منك كلمه نعم اسمعك اريد منك كلمه تسال عنها امام الله تعالى يوم القيامه. الاذن التي نعم. على اذنك على اليمين من قطعها؟ قطعها النظام السوري او القاعده؟ اجبني. قطعها المسلحون المنتمون الى مذهب الوهابيه إذن أقولها علنا إذن وفي سلسلة الحريق نعم 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 شيخنا وصلني الجواب وصلني الجواب. مشاهدينا اعذرونا على سخونة النقاش، يبدو أن الراهن الإسلامي بهذا الشكل، نريد أن نتيح المجال للحوار لكن يبدو أن حالة الاستئصال والتدافع وهنالك من يريد أن نكون قتالين مصاصي دماء. لا لن نكون إلا محاورين، لن نكون إلا هادئين، لن نكون إلا دعاة تسامح ورحمة ومصالحة حتى لو قدمنا دماءنا من أجل أن يتصالح العرب والمسلمون. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد، عدنا والعود أحمد، نأمل أن نتمكن من إدارة هذه الحلقة بدون توتر وبعقلانية حتى يتمكن مشاهدونا في خط طنجة جاكرتا من استيعاب تفاصيل ما يجري في سوريا. شيخ موسى، كنت تتحدث عن القاعدة وأوصلتها إلى درجة العصمة وقلت أن القاعدة قوم ربانيون مؤمنون يحاربون أمريكا وما إلى ذلك، لكن عندما تقرأ بيانات القاعدة وتحديدا جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وهي كلها عندي من أول بيان إلى آخر بيان، هنالك مثلا ما يسمى بجواز قتل الشيعي، بجواز قتل العلوي، بجواز قتل الشرطي الدركي، بجواز قتل كل من يعمل في الدولة السورية، هل هذا مرتكز إسلامي في نظرك؟ أحكي لك يعني بصراحة، الآن لم يعد هناك شيء يتعلق بما يسمى بالدولة السورية، هناك الآن عصابة تقود مجازر ضد المدنيين، وبالتالي ليس هناك صفة لا للشرطي ولا لقائد الجيش، ولم يعد هناك حقيقة يعني منظومة المخابرات، هناك عصابات مسلحة تقوم بمجازر ضد المدنيين. ومن هنا أقول أنه بصراحة أن وجهة أن هؤلاء المجاهدين في سوريا من الشعب السوري أولا بقيادة الأخ أحمد أبو أحمد الجولاني، والسوريين في كل المناطق شكلوا ألوية قد تكون إسلامية وغير إسلامية، لكن هذه الألوية في مواجهة المجازر وفي دفاعا عن النفس ضد المجازر التي ارتكبها عصابات الأسد والذين ينتشرون في كل مكان ويقومون بقتل المدنيين، ولم يسلم منهم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وسبينة، هؤلاء ضيوف على الشعب السوري وأيضا على أصدقائهم في حزب الله وإيران، ولم يسمح لهم بإدخال حب الدواء إلى مخيم اليرموك، ولم يسمح لهم أيضا بالخروج من هذه المخيمات سالمين إلا بعد قتلهم على أيدي هذه العصابات. إذن نتحدث عن حالة ليس هناك دولة وليس هناك زعيم، هناك إذن شيخ موسى، مجموعة من الناس أفهم من كلامك، أفهم من كلامك ادعيت العالم، وقلت لا يوجد، أنا الذي أتكلم، إذا سمحت أنا الذي أتكلم الآن أرجوك، تفضل. قلت أنه لا يوجد دولة في سوريا وهنالك عصابة، قلت لا يوجد دولة في سوريا وهنالك عصابة، وبالتالي الكل مستهدف ومحاربة هذه الدولة السورية، لكن لا أعرف هل الإسلام فيه آية تجيز قطع الرؤوس وشيها، وهذا في موقع لجبهة النصرة. شيخ عبد السلام، ما رأيك في هذا التبرير الشرعي أنني أنا أقتل لأنه لا يوجد عصابة؟ إذا سمحت، نعم نعم تفضل، إذا سمحت، إذا سمحت، نعم نعم، ستسمع أيضا، هنالك ضيوف آخرون في الحلقة. أستاذ موسى أرجوك، يوجد ضيوف آخرون، أنتم تصادرون حتى الرأي الآخر ولا تقبلونه لأنكم لم تستطيعوا أن تقدموا أنفسكم للناس على أساس من الرحمة، وأنتم قوم لا يسمع هذه الفتاوى، لأنه في دمشق سقط حبركم ويراعكم وفقهاؤكم أمام عين الحقيقة والشريعة التي نرى بهما في هذه المرحلة. أنت واهم يا عبد اللات، ما زالت سوريا الممانعة والمقاومة التي قسمت العالم وأعادت حتى بعض الدول إلى النادي السياسي الدولي بصمودها، بصمود شعبها وجيشها. أنتم مارقون ومن تدعمونه في سوريا عصابات من المأجورين القتلة. شيخ عبد السلام، حتى نخرج من دائرة العناوين الكبيرة، نعم. أنتم مارقون، أنتم ساقطون، أنتم دابحون، أنتم مصاصو دماء، أعطينا مصادق من، نعم، الواقع وأيضا البعد الشرعي في هذه الأعمال. أنا أحيله إلى كتاب الله عز وجل، أحسن الحديث وأصدق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من رفع السلاح أو في وجهنا السلاح، فكيف بالمتفجرات والاعتداء، نعم، على المنشآت العامة وقتل، نعم، الأطفال واغتصاب النساء، نعم. أنا أقول لهذا الرجل المصاب يبدو بعمل الألوان أنه لا يريد أن يرى حقيقة ما يجري في سوريا.
هذا نظام ممانع مقاوم اجتمع العالم كله. هل سألت نفسك يا عبد اللات ما سبب هذا الصمود حتى هذه الساعة؟ إنها عدالة قضية لشعب عظيم لقائد لم يساوم. وتتحدث عن حزب الله، أنت الذي تكذب، أنت الذي تكذب. لا بس نريد أن نحافظ، طيب نريد أن هو الذي يكذب على الله وعلى الناس. يحرفون الكلمة عن مواضيعه، يفتون بغير علم، يسقطون على الناس الدراويش والمساكين بالمال بالدولار والدينار على ما يبدو أنت يعني معجب به في الأردن. فلماذا لا تلتفت إلى شعبك؟ دع السوريين، لا بس بدون دع السوريين، دع السوريين. سؤال، هم أدرى. سؤال يريد أن يسألك يا شيخ عبد السلام. النظام السوري لم يطلق طلقة واحدة من الجولان. أنت لا تحدد ما يريده، ما يريد أن يفعله. النظام السوري ساهم في اغتيال عماد مغنية. النظام السوري قتل الفلسطينيين يا سيدي. 80 تخلى عن الشعب الفلسطيني. أنت أعجز وأضعف من أن تقيم هذا النظام الممانع. النظام السوري نظام متآمر يا شيخ موسى. نعم يا عبد الله، شيخ عبد السلام أقول له أنت أضعف من أن تقيم هذا النظام الذي مرغ وجه العدو الصهيوني من النساء والأطفال والشيوخ. هذا النظام اللي شيخ موسى، شيخ موسى أرجوك، أريد أن أصوب الحلقة. شيخ موسى، نحن نتكلم بعقلانية ونتكلم كمشايخ، يعني إذا كان المشايخ هكذا في العالم الإسلامي ستنتصر الليبرالية والعلمانية ويزداد نسبة الإلحاد. أنت تتحدث عن النظام السوري، أعطيني عنصر من القاعدة استشهد على تخوم فلسطين، أعطيني عنصر من القاعدة قام بعملية استشهادية ضد الكيان الصهيوني. يعني بنيامين نتنياهو مرتاح، القاعدة وجهت حربة إلى الداخل الإسلامي. هذا السؤال يا شيخ، يا شيخ اذا طب بدي اجاوبك انا. اولا احنا، انا شخصيا وكثير من الاخوان وكثير حتى من العلماء المسلمين اصلا بشكل واضح، هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقتلوا، لما بعث ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امراه، لا ليس هناك جانب من الصحه فيما يتعلق باستهداف اي مدني سواء في سوريا، لا في سوريا ولا في غير سوريا ولا في لبنان حتى. هذا كذب ومحض افتراء. نحن نقول بشكل واضح أنه يتوجب عدم قتل المدنيين في أي مكان كان. هؤلاء المدنيين لا ذنب لهم ولا قوة. وبصراحة أيضا أقول أن هذا الشيخ الذي يطمس الحقيقة أن النظام الآن يرتكب مجازر واضحة ضد الشعب السوري، إنسالي الموضوع جبهة النصرة والألم الإسلامية، الآن يرتكب مجازر، بقي العالم صامتا وما زال، واشتركوا الروس والإيرانيين وغيرهم أيضا ضد هذا الشعب الأزل الذي الآن مأمون رحمة. أستاذ مأمون رحمة، الآن نريد مصادق وأدلة، لأنه في العالم الإسلامي اليوم يوجد شبهة كبيرة ويبدو أن القاعدة فيها نوع من الشيزوفرينيا. في الخطاب النظري هنالك القرآن، استحضار الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، استحضار تاريخ الصحابة، لكن على الأرض يوجد قتل. يعني وأنا تسنى لي أن أقابل الكثير من عوائل الشهداء وكانوا يشيرون إلى تكفيريين من السعودية، من اليمن، من تونس، من ليبيا، من مصر، من مختلف الجنسيات. يعني ما الذي تقوله في هذا السياق؟ هل الفصائل المسلحة في سوريا هي فصائل مسالمة تقاتل النظام فقط، أم أنها تركت مقاتلة النظام إلى مقاتلة الشعب السوري المستضعف المظلوم الذي دفع أثمانا باهظة من جراء هذه الأصولية الزاحفة؟ هنا يبدأ الكذب، هنا يبدأ الكذب. نعم شيخ مأمون، مع الاحترام، هنا يبدأ الكذب. نعم سيدي، من قرأ في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يجد أنه من جملة مخططات اليهود ضرب الإسلام باسم الإسلام. وهناك الكثير من الأحاديث التي بيّنت أن يكون الإنسان على حذر. يعني عندما سأله الصحابي قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الإسلام والقرآن واضح، القرآن لا يوجد فيه آية تأمر بقتل إنسان مسلم وغير مسلم، ولا يوجد حديث نبوي يأمر بقتل مسلم
وغير مسلم. أنا عندي كثير من الأحاديث، إذا سمحت لي فقط أستدل بحديث واحد. تفضل. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لزوال الدنيا أغون عند الله من قتل رجل مسلم، وما رواه البيهقي: لزوال الدنيا جميعا أغون عند الله من دم سفك بغير حق. هذا حديث عام، من دم سفك بغير حق. القتل والإجرام هو من ثقافة الغرب، هو من ثقافة الغرب. الشاعر حافظ إبراهيم يصف ما فعله الطليان عندما احتلوا ليبيا بقوله: كبلوهم. قال الشاعر حافظ إبراهيم: كبلوهم، قتلوا، مثلوا بذوات الخدر، طاحوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والزمنة، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما. أنا أتمنى وأريد أن أسأل في نفس الوقت: أين كانت هذه الأصوات التي نسمعها اليوم التي تغار على الدماء العربية من الشعب السوري وغير الشعب السوري؟ لماذا لم نسمعها عندما أحرقت غزة وهدمت عن بكرة أبيها ودمرت؟ أين كانت تلك هذه الأصوات؟ أين كانت تلك هذه الفتاوى؟ هذه الفتاوى نحن نريد أن نسأل. لا تقاطع يا أخي، لا تقاطع. نحن نريد من كان حريصا على حقن دماء الشعب السوري فليأتي وليتحاور. أما من يأتينا بلغة القتل والتمثيل والتغويل والترويع والإرهاب، هذه ليس بحوار. نحن لا نرضى القتل لأحد، ولا نريد الظلم لأحد، ولا نرضى أن نشوه جسد أحد على الإطلاق، لأن هذا الأمر محرم عند الله وعند الأنبياء. نعم. شيخ مأمون، شيخ مأمون، أنت تكلمت بالمطلق وفي العموميات. أريد، أنا سألت سؤالا: هل القتل والنحر والذبح من الوريد إلى الوريد وإحراق الجثث، وهي مشاهد لم تصور في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هي من واقع ما يجري في سوريا قريبا، شاهد الناس جميعا كيف أحرق أكراد بدم بارد، كيف ذبح ناس بدم بارد، كيف قتل أطفال في دير الزور في فطلة أو طلحة بدم بارد أيضا. أريد أن أعرف هل في البنية الفكرية للقاعدة، في المرجعية الفكرية للقاعدة، ما يشير إلى التقرب إلى الله بذبح الناس المخالفين الذين لا يتماشون معهم في الفكرة في التوجه العام؟ هذول لم يذبحوا أطفالا ولا نساء ولا شيوخا. سيدنا موسى عليه السلام، موسى كريم الله، إذا بس عندما وكز القبطية ولم يكن عازما على قتله، هو أراد تأديبه، أراد إبعاده عن الإسرائيلي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة القصص: فوكزه موسى فقضى عليه. لما مات ذاك القبطي ولما قتل، ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. في الإسلام لا يوجد لغة القتل على الإطلاق. نحن نسأل ونريد أن نبين ثقافتنا للعالم بأسره. تعالوا واسألوا أي سوري في سوريا، في هذه الأرض المباركة، تعالوا واسألوه، قولوا له: اخرج إلى الجهاد في أي بلد من البلدان العربية، إلى مصر، إلى الأردن، إلى أي بلد، ماذا يقول لك؟ وأنا أولهم أقول لك: لا، إنها بلادي. نحن نردد في كل يوم في مدارسنا: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. وثانيا ننظر إلى أن الشعوب العربية هم أهلنا وإخوتنا، نحن نعجب منهم، لماذا يأتون إلى بلادنا ويقتلوننا تحت مسميات الإسلام؟ نعم. شيخ موسى، أود أن أعود إليك، إذا طلبت منك بشكل علمي أن تعدد لي الفصائل، أن تعدد لي الفصائل المسلحة في سوريا. يحيى. نعم، أريد أن تعطيني تعريفا إبستمولوجيا معرفيا لهذه الفصائل. يعني عندنا جبهة النصرة، لواء التوحيد، لواء الإسلام، لواء الفاروق، عندنا ألوية كثيرة، هل يمكن أن توجزها بشكل علمي؟ تقول لهذا الفصيل وذاك الفصيل وذينك الفصيل، إذا سمحت بطريقة هادئة علمية حضارية يعني راقية. أولا لم يأتي هؤلاء المجاهدين إلى سوريا إلا بعد ارتكاب المجازر في سبينة ومخيم اليرموك
وحمص، الناس اللي كانوا واقفين مدنيين على مخبز حمص كانوا يتناولون الخبز، وقامت الطائرات السورية بقصفهم. الطائرات السورية اللي خرجت من المطارات لم تذهب إلى تل أبيب ولا الجولان تقصف الإسرائيليين، قصفت المدنيين السوريين، لم تقصف حتى بعض الألوية الإسلامية. في مخيم اليرموك قصفوا الفلسطينيين اللاجئين. بصراحة واضحة أنه في ظل ارتكاب المجازر والتي كانت أول اليوم 1300 شهيد في ريف دمشق باستخدام السلاح الكيماوي، كان واضحا أن هذا النظام لم يعد مسؤولا عن الشعب السوري، ولا يعد يهمه لا ابن حلب ولا ابن حمص ولا ابن حلا ولا ابن ريف دمشق. يا أخي أنت تقعد في بيروت، جاءوا بدل أن تذهب المقاومة إلى الجنوب اللبناني جاءوا للقصير لكي يقوم بقتل المدنيين من أهل السنة والجماعة. وأقول بصراحة أن، وبدي أكشف لك سر من خلال قناة الميادين، أن الأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس المقاومة حماس أنه كانوا بدي يختلوه قبل خروجه من دمشق بحوالي 8 ساعات، لكن سبحان الله ربنا نجاه من أيدي هؤلاء الجلاوزة والجزارين بقرار من الأسد. أين هي قضية حماس وفلسطين؟ أنتم كذبوا على الشعب الفلسطيني والشعب العربي أكثر من 50 عاما وابتزوا المقاومة، وأول ناس ابتزوهم حماس في هذا المجال، وأنا بعرف التفاصيل المتعلقة في هذه الأمور. شيخ موسى، ولم يقف النظام السوري مع المقاومة، شيخ موسى، وأراد من غزة أن تكون ستار. يا شيخ موسى أنا سألتك سألتك عن عيسى أجبتني عن موسى، وأسألك عن موسى تجيبني عن عيسى. يا شيخ ما هو فوقفه موسى، أنا سألتك سألتك عن الفصائل المسلحة. يعني المشاهد العربي مثلي يريد أن يعرف الفصائل المسلحة من هي. هناك بركة، هناك بركة ما شاء الله في الفصائل المسلحة والقتل. لا لا لا، لا يوجد إلا الذبح والقتل والنحر. مش من المعنى اللي تقصده. عدد لنا فصائل الذبح. مش من المعنى اللي تقصده أنت. شهداء، بدي أعطيك مثل واحد بس، بدي أعطيك مثل واحد. كتيب لواء شهداء اليرموك هم من السوريين الموجودين في درعا اللي تقتلوا أبنائهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم وجزروا وعملوا لهم مجازر. واللواء الإسلامي التوحيد الموجود في ريف دمشق هم من أبناء السوريين، ليسوا عربا ولا مسلمين. لماذا أنتم تبتعدون عن الحقيقة بأن هناك مجازر وهناك رد فعل من المدنيين لكي يقوموا بالدفاع عن أنفسهم في اللجان الشعبية المسلحة؟ وشكلوا وخرج على الفضائيات وناس سوريين من دير الزور ومن حلب ومن إدلب. وصلت الفكرة. يبدو هؤلاء يبدو أن منهم يا أستاذ موسى. نعم لا أنا ما تلقيت جوابا وما أشبعت غليلي. إذا سمحت سأنتقل إلى الشيخ عبد السلام. نعم شيخ عبد السلام، الفصائل المسلحة في سوريا، عندنا جبهة النصرة، الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وبقية الفصائل، هل يمكن باعتبارك خبير، لكن قبل هذا أنت تعرضت لمحاولة اغتيال من قبل السلفيين مما لا شك فيه، وقتل بعض أتباعك ليس كذلك؟ دعني في صورة الاغتيال ثم امضي إلى هذه الفصائل لكي نسلط الضوء عليها. هذا السبب الذي لا يقبل الآخر ويرفض الآخر ويمارس السياسة الإلغائية للآخر لا يحق له أن يناظر لا في حقوق الإنسان ولا في الحرية بدون مداخلات. إذا دخلنا في الشق الشخصي، يعني أنا لأن الشيخ عبد السلام صراحة أتقدم مصيبة العالم الإسلامي. نعم. اليوم كم عدد المسلمين في العالم؟ مليار و600 مليون. نعم. إذا استمر فقه التكفير عدد المسلمين سنة 2040 سيكون 50 مليون، وسنة 2050 سينتهي شيء اسمه المسلمون. سأسأل هذا الخبير. نحن نتكلم عن فصائل التكفير. نعم. والدبع. هذا الخبير. نعم. وأنا من أهل السنة، لماذا رفض هذا المسلح المدفوع بشهواته ورغباته لإلغاء لقتل شيخ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وهو يعلم هذا الخبير بالحركات الدينية أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي عزز إنسانية الإنسان لقد بعثه الله رحمة للعالمين، فلما يلجأ هؤلاء إلى القتل رغبة بالقتل؟ إذن هؤلاء في هذه المرحلة نحن لا نكفرهم كما كفرونا، ولكن نقول لهم عليكم أن تعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كل هذه الأحاديث حيث يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الآدمي بنيان الله ملعون من هدمه،
فأنتم تغتالون إنسانية الإنسان وقد كرمه الله في كتابه العزيز. ما أود قوله، نحن ضحية الإرهاب، وسوف أقول لعبد الله، هذه سوريا كان يعيش أهلها مطمئنين، كان يعيش أهلها مطمئنين في بلدة طيبة ورب غفور، ثم استجلب إليها الإرهاب بفعل بندري، عفوا بفعل خطط استخبارية في جزئياتها نرى لمسات بندر بن سلطان وجيفري فيلتمان وكل هؤلاء الذين سعوا وبغوا لثني سوريا عن محور المقاومة ودعمها للمقاومة. واستكمل معك بعيد الفاصل مباشرة مشاهدينا، فاصل قصير ثم نستكمل حكاية الحزن في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. لا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يعصم دماء المسلمين على قاعدة الصلح خير. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبدو أن أمة اقرأ صارت أمة اذبح وأمة الرحمة صارت أمة النقمة وأمة الشكر صارت أمة شاكرة للأسف الشديد. شيخ عبد السلام كنت تتحدث عن هذه الفصائل، أريدك أن تعدد لي كل هذه الفصائل حتى أسألك، إذا كانت مرجعيتها الإسلامية واحدة وهي المرجعية السلفية الجهادية، لماذا إذا تشعبت؟ كانت جبهة النصرة فتم التأسيس لدولة الدولة الإسلامية في الشام والعراق وتم إعلان انضمام هذه الجماعة لتيار أيمن الظواهري وأعلنت ولائها له، فيما جبهة النصرة يعني ابتعدت عن خط الظواهري. أريد تفاصيل معلومات حتى لا ندخل في هذه الأسماء حيث سماها من يريد أن يعدد ويتشاكل الأمر على المسلمين حتى يظهر هؤلاء أنهم كتائب وجحافل آتية لا محالة لتغيير النظام وحرف البوصلة عن فلسطين. أود أن أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونرد على الأخ عبد اللات لنقول له، هذه الشام وأنت تعلم أن الله عز وجل باركها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشام حيث تتحدث عن العصابات كان الأولى أن تتحدث عن عصابات. يقول لك أنت لست من الطائفة المنصورة. لا أنت يا شيخ موسى، يعني الله يعني الله تحدث عن الله تعالى عن الشام. أنت جزء من توليفة النظام، أنت لم تسمع ولم تبصر ما حدث اليوم في ريف دمشق من 1300 مواطن. استعين بعبد العزة. ما رأيك في ذلك؟ ما رأيك الشرعي
أيها الشيخ الجليل من أهل السنة والجماعة، أنت ما رأيك في ذلك؟ أنا بدي جواب هو هذا. هواك بدي يا شيخ، أنت عبد لصنم. هو أنت سؤال، بس أنت سؤال لك، ما رأيك في المذابح التي كانت اليوم من قبل الجزار بشار أسد وزبانته في ريف دمشق؟ أنت أشكل عليك وتشاكل عليك، فلا ترى إلا بعين واحدة. هل هي خيال؟ أنت لا ترى، أنت كاذب، أنت كاذب، أنت من جزء من توليفة النظام. بالمناسبة السورية أنا لا أحسبك على شهرتك، فأنت أنتم مردتم على النفاق والكذب. أنتم عبدة أمريكا وحلفاء بني قريظة. ربنا يحاسبك يوم القيامة. أنتم حلفاء بني قريظة الجدد. يوم القيامة راح تطير صحف يوم القيامة. تستقبلك عند الله. يعني أستاذ موسى، أستاذ موسى السؤال لك أخي موسى، السؤال لك أرجوك السؤال لك أستاذ موسى، السؤال لك أرجوك، اهدى، هدي أعصابك. تريد أبعث لك شاي بالزهورات؟ هدي أعصابك قليلا. أنت قلت الشيخ عبد السلام، قلت الشيخ عبد السلام ليس عالم وليس مسلم. لو كان قربك وفي يدك مسدس، لا أنا ما قلت هل تقتله؟ أنا هل تقتله؟ لا أجبني. لا 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 يا شيخ، إذا كان الشيخ عبد السلام قربك، لا هل تقتله برصاصة؟ أنا بقول عن الشيخ عبد السلام أنه مسلم، لكن يتوجب أن يقول الحقيقة، لأنه سوف يصبح أمام الله عز وجل. يسألك وأنت تقول الحقيقة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. وأنت تقول الحقيقة؟ اسألهم مباشرة. يوم يقعون إلى نار جهنم. يا سيد موسى، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. عظيم عظيم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. أنتم لامستم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنتم لامستم فطرة الناس الطيبين بالآيات القرآنية والأحاديث. أنت لم ترى ولم تسمع. أنا بسألك سؤال. اسمع. أنا بسألك سؤال واحد فقط، أجبني عليه. ما جرى اليوم في سوريا في ريف دمشق؟ ما هي؟ هل هو هذا جزء طبيعي من جبهة القنابل الكيميائية؟ هل أنت مراسل للمجموعات المسلحة في سوريا؟ إذا قال العالم كله ولم يشهد ولم يعترف ولم يقر باستخدام السلاح الكيماوي إن وجد في سوريا، فأنت تتهم النظام باستخدام السلاح الكيماوي وغازي السارين الذي ظهر بمقطع فيديو يحرره القتلة في حلب. أما رأيته زيارات الأمم المتحدة، إذا سمحت، زيارات الأمم المتحدة ليس الأعراف الدولية والمواثيق، وهي تفتح أبوابها وغير خالفة من شيء. هذا كلام كذب. أنتم الخائفون. أنتم. وإذا قلت لي أنت من توليفة النظام فيشرفون أن نكون النظام قاتل إسرائيل ودعم المقاومة. يا شيخ، يا شيخ، هذا القتلة القتلة هم اللي قاعدين في دمشق. نعم واللي نعم يشرفنا أن نكون في الشام. أمر حماس وأراد أن يقتل. نعم يشرفنا. يا يا هذا الكلام يا أنت غير صادق، لأنك يا أستاذ موسى أنت محاط بالمخابرات السورية. يا أستاذ موسى ذلك. دقيقة أستاذ موسى، الذي يقتل المدنيين برصاصات في الرأس بدم بارد يسهل عليه استخدام القنابل الكيميائية، خصوصا وأن أبا محمد المقدسي مرجعكم الفقهي يفتي بجواز استخدام كل الوسائل ضد النظم الكافرة، ضد النظم الكافرة. شيخ مأمون، ضد قتل المدنيين. شيخ مأمون، طيب ضد قتل المدنيين، يهمنا ضد قتل المدنيين وهذا تشويه. شيخ مأمون رحمة، ادعو الله، ادعو الله أن يرحم هذه الأمة، ادعو الله أن يرحم هذه الأمة يا شيخ رحمة. اللهم آمين. شيخ مأمون، كنت تقول أن هذه الفصائل دخيلة على النسيج الثقافي السوري. سوريا كانت دائما ملتقى الحضارات، ملتقى الثقافات، ملتقى الديانات، كان يلتقي فيها يسوع بمحمد، كارل ماركس مع مالك بن نبي ومحمد باكر الصدر، كان يلتقي فيها الضلال بالتوحيد، العلمانية بالإسلام، وكانت مشهدا من مشاهد التنوع والتعددية الثقافية. هكذا دمشق، هكذا كنا نرى مساجدها ونرى كنائسها ونرى التلاقي. هذه العناصر التكفيرية كيف وجدت بيئة حاضنة في حلب، في أدلب، في حمص؟ يعني أيعقل؟ أين ذهبت الثقافة الوطنية؟ أين ذهب نشيد حماة الديار؟ من سهل أن يتغلغل هذا الفكر إلى أذهان بعض السوريين فيتقربون إلى الله بقتل المسيحيين في اللاذقية، وقتل العلويين في طرطوس، وقتل المسلمين المخالفين في بابا عمر؟ ما الذي يجري يا شيخ مأمون؟
أولا سيدي، هناك عوامل كثيرة لهذا الأمر الذي حدث. أوله عدم الوعي عند الكثير من فئة الشباب الناشئين. ثانيا الفتن نبتت هي في القرى، الفتن نبتت في القرى، والقرى معروفة لا يوجد فيها وعي ولا ثقافة ولا علم في أغلب الأحوال والظروف. ولكننا نحن كسوريين بشكل خاص يعني نرفض لغة القتل والإجرام والإرهاب. لكن ما حدث في بداية الأزمة في سوريا نبت من وراء هؤلاء الذين يوصفون بعدم الوعي وبعدم الدين أن احتضنوا الذي أتانا من الشيشان ومن أفغانستان، ومع الأسف يسمونهم بالمعارضة. كيف تسمونه معارضة وهو غير سوري؟ معارضة من كان سوريا، والمعارضة الداخلية السورية تدعو إلى الحب، تدعو إلى الأخوة، تدعو إلى التراحم، تدعو إلى التعاون. أما في الخارج معارضة ويدعون إلى القتل ويدعون إلى الظلم ويدعون إلى سفك الدماء، مسلم وغير مسلم وسني وغير سني. هذا أمر مرفوض عقلا ومنطقا ودينا وفي كل الأمور التي لا يقبلها العقل على الإطلاق. فلذلك نحن سيدي هذا الأمر نشأ ونبت بسبب البيئة الجاهلة التي حضنت هذه الأرضية لهذا الإرهاب. أما نحن كسوريين لا نرضى لا من قبل ولا من بعد بالإرهاب ولا بالقتل ولا بالإجرام على الإطلاق. قرآننا واضح، وأعود وأكرر، قرآننا واضح وصريح، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واضحة وصريحة. من كان يدعو إلى التحريض والقتل وسفك دمائنا، نحن لا ندعو إلى التحريض ولا إلى القتل ولا إلى سفك دمه، إنما نقول تعالى إلى ما قال وإلى ما دعانا إليه ربنا، دعانا إلى الحوار، دعانا إلى الصلح، حتى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء. هذه الأمة اليوم بحاجة إلى كلمة سواء، ليست بحاجة إلى تحريض، ليست بحاجة إلى أكاذيب. يعني عامين ونصف وما زال التحريض والكذب قائم على قدم وساق، ومع الأسف كل من يقول الحقيقة، كل من يقول الحقيقة ينسب إلى النظام. أنا يشرفني أن أنسب إلى أي إلى نظامي، إلى رئيس دولتي أيا كان، يشرفني. ليش؟ لماذا الشعوب العربية تتعيرهم بحكامها؟ إذا سألت سعوديا أنت تتعير بحاكمك؟ إذا سألت ليبيا أنت تتعير بحاكمك؟ إذا سألت مصريا أنت تتعير بحاكمك؟ من يتعير بحاكمه هذا ليس بوطني وهذا ليس بعربي. نحن عرب نتشرف في تاريخنا، نتشرف بولاة أمورنا، نتشرف بالتربة التي ننبت وننشأ من نبتنا ونشأنا وتعلمنا عليها. أما كل من يتكلم الحقيقة ينسب إلى النظام حتى يحرض على قتله. نعم وصلت الفكرة شيخ مأمور. نعم شيخ عبد السلام، الشيخ مأمور رحمه أشار إلى مسألة جوهرية موجودة في الخطاب السياسي العربي وحتى في الخطاب الإسلامي إلى ما قبل بداية اتساع رقعة الأزمة السورية. كانت هنالك اتهامات مصوبة إلى النظام السوري أنه وراء القتل، وطرح السؤال من يقتل من. لكن في الآونة الأخيرة باتت الجماعات المسلحة تستخدم مشاهد حية وتنشر فورا بعد العملية مباشرة، تنشر في وسائل الإعلام، في وسائط الاتصال، في وجه الكتاب وما إلى ذلك، من أن هذه الجماعات هي التي تحرق الأجساد، هي التي تقتل، وهذا ما أفقدها النصرة إن صح التعبير. يعني صارت المجموعات الإرهابية بدون بيئة حاضنة، وبدأ السوريون يعودون إلى رشدهم وإلى دولتهم. وذلك لمسناه من خلال حركة المراجعة للتكفيريين الذين عادوا بالآلاف إلى كنف الدولة السورية. هل الإرهاب دحر في سوريا أو ما زال يحتاج إلى وقت حتى نقول أن سوريا استرجعت قوتها ومحوريتها وتعافت بالكامل من الفكر التكفيري؟ هذا كلام سأوجهه إلى كل من يحرص على سوريا الدولة في هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية. دائما نقول إن البوصلة
باتجاه القدس التي نسيها هؤلاء التكفيريون، فأرادوا أن يعبروا من القزاز إلى الجنة، ومن حلب، ومن اغتصاب حرائرنا وقتل أطفال، ومن الضاحية الجنوبية إلى الجنة، ومن الضاحية. وسوف أقول إنهم أسرى أحقاد موروثة ضد مفهوم المقاومة. عندما قلت هم حلفاء بني قريظة، فليجبني أحدهم لماذا قدم الكيان الصهيوني خدماته الطبية لعشرات الجرحى من المسلحين الذين يستقبلون في الكيان الصهيوني. اليوم أمريكا هي مسرورة من هذه الجماعات التي، وإسرائيل أو الكيان الصهيوني، حيث عجز الكيان الغاصب أن يحقق انتصاراته، ها هو يثأر الآن من دولة الممانعة والمقاومة عبر هذه المجموعات المارقة. أود أن أقول هذا الإسلام إسلام عظيم، الخارجون عنه مستأجرون لحساب الأجنبي. لا نريد، طبعا هناك توضيح بسيط شيخ عبد السلام، عندما نقول أن كل الجماعات عميلة لأمريكا، في العقل الأمني الاستراتيجي يكفي أن تسخر أمريكا عمامة واحدة، نعم، ورجل دين واحد ليحرف الجماعة كلها. وهذه مأساة العالم الإسلامي، أن بعض الدعاة الذين سموا الدعاة إلى الله كانوا أخص من الشيطان وأفظع من بن غوريون. القرضاوي الذي أفتى بقتل البوطي رحمة الله عليه، والبوطي كان أستاذك رحمة الله، نعم، رحمة الله عليه. القرضاوي دعا إلى قتل كل من يقف إلى جانب النظام المقاوم، كان جاهلا أم عالما عسكريا. إذن أباح الدم السوري، ونحن سوف نسائله، هو يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، سنعرض وأنت وحلفاؤك أمام محكمة العدل الإلهية. أعود إلى دمشق. جيد، هو يلتقي بالله الشيخ موسى، يعرض أمام الله، هب أننا يوم القيامة وأمام الحشر، سنسأله هو سيقول لله أنني أنا دمرت المساجد، دمرت الحسينيات، اغتصبت العلويات، قطعت صدور الشيعيات، ودمرت السيدة زينب، ودمرت السيدة زينب. أنت ماذا تقول له؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كذب افتراء، هذا كذب افتراء. أننا يا شيخ لم نعتدي ولن نعتدي على أحد، ولكننا ندفع عن أنفسنا. يا شيخ موسى، يا شيخ موسى، أنت في عمان، يا شيخ أنت في الأردن، ما تركت لي مجال، يا أخي، يا أخي، أنت تنطلق من النظام أن النظام السوري كافر والنظام الأردني مؤمن؟ النظام الأردني مؤمن؟ أجبك يا شيخ، أولا أجبني، لا أجبني، أجبني فقط سوريا، أنت فقط سوريا، أنت غير محايد، أنا غير محايد، أنا غير محايد، أنا مع عصمة الدماء، أنا مع عصمة الدماء بصراحة، بس أقول أنا مع أن تتوقف الدماء المراقبة في العالم الإسلامي. نحن ضد قتل الشيوخ والنساء والأطفال، يا عبد الله، نحن ضد قتل النساء والشيوخ والأطفال. آخر الكلام، والذي يقبع في دمشق يقول أن الشعب السوري، آخر كلام، أنه نحن ضد قتل المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال، وأن القابع في دمشق يقول أن الشعب السوري شعب جاهل، هذا كلام مردود عليه وغير صحيح. الشعب السوري نخاطبك من بيروت، نخاطبك من بيروت حليفة دمشق، وهذا الشخص القابع في بيروت اسمع يقول كلام غير صحيح، وكلام مزورات، وكلام مزور، وهو يدرك الحقيقة ويعرف أن هذا النظام. يا عبد الله، أنا ما كملت، أعطيته مجال 5 دقائق، أنا عم راكب الساعة، لم تعطيني دقيقة واحدة. لا، لأنك أنت أخذت المحور الأول كله. إذا كنت تعيرنا بأننا حلفاء المحور الشيعي، اسمع يا عبد الله، إذا كنت تعيرنا بأن حلفاء المحور الشيعي، شيخ موسى، فقط أريد أن أعرف، أنتم أصدرتم فتوى قبل أيام، يعني الجماعات التي تدافع عنها باستهداف حزب الله، أصدرتم فتوى ضد حزب الله، وأبحتم دم، أبحتم دم المقاوم الإسلامي، المقاوم الشريف، السيد حسن نصر الله. هذا كلام غير صحيح، أصدرتم فتوى ضد حزب الله، وملفق، لا، أبو سياف، أبو سياف، محمد الشبلي، محمد الشبلي، أعطيك نص الفتوى، أعطيك نص الفتوى، أصدر فتوى ضد سماحة السيد حسن نصر الله. نحن ضد قتل المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال، وهذه حقيقة واضحة، وأن الجهاد السوري والشعب السوري ضد النظام الذي ارتكب ناقض المجازر،
وعلى مع احترامي الشديد لك ان يلتفت للمقاومه وان لا تسيل دماؤه في سوريا شيخ موسى ضد المدنيين السوريين. مع احترامي لك ضد الشعب السوري. مع احترامي لك انت ما تركت لي مع احترامي لك تحتاج الى نظاره يعني الحق لانني سالتك عن النظام الاردني. لا لا النظام لا الاردني في نظرك كافر؟ نحن يا شيخ النظام الاردني كافر يا شيخ. النظام السوري الاردني. اسالك عن النظام الاردني. انت ليش ما تترك لي مجال؟ لا اجبني لاني انا السائل. انا الذي اسال اجابك. انا سالتك النظام الاردني مسلم ام كافر؟ اجبني. النظام لن اقبل ان تستمر والنظام اسالك النظام الاردني كافر ام لا؟ انت تريد ان تقوم بتوريطي في هذا السؤال. انت سؤالك ليس بريئا وتريد ان تقوم بتوريطي في هذا السؤال. وصلني الجواب. تفضل الحوار فيها على ارض المعركه ضد هؤلاء المارقين يملكه الجيش العربي السوري، حيث لا صوت يعلو فوق صوت بندقيته الشرعية. وهذا السلاح الذي يتدفق إلى سوريا لقتل المدنيين، من الواجب أن يبر قسمه هذا الجيش أن يواجه هذه النتوءات الطائفية والمذهبية. ما كانت سوريا هكذا، هو مجتمع مسالم مؤمن استجلب إليه. الحلقة بدأت تصل إلى تمامها. نعم. أنا الغرض الذي أصبوا لي من خلال أود أن أوجه له بس دعوة. نعم. دعوة. نعم. أخيرة لعبد الله. نعم. يقول له فليرسلوا ما شاءوا من المسلحين، فالجيش العربي السوري بانتظارهم وسوف يعودون إلى بلادهم بالنعوش. ثانيا، إن ألقوا سلاحهم نجوا بأنفسهم، أرسلوهم ليموتوا. الحقيقة ساطعة، النصر بات قريبا ونحن لا نشك بهذا أبدا. إذا أراد أن يغتاظ عبد اللات فأقول له نحن شيعة المقاومة وسنة الحسين وأنصار محمد والمسيح، وإذا أرادت المقاومة أن تكون عندك سوف تكون عندك في يوم من الأيام على ما تقتضيه المصلحة الوطنية والقومية باتجاه القدس. في جواب قصير جدا، متى ينتشر في العالم الإسلامي فصائل الفيزيائيين، فصائل علماء النوويين، فصائل الأطباء، فصائل الأذكياء والعباقرة، فصائل الذين يحلون إشكالاتنا الزراعية والاقتصادية والأمنية؟ متى ينتقل العالم الإسلامي من دائرة الدم إلى دائرة الحضارة، ومن دائرة التخلف إلى دائرة إسلام محمد الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ متى يا شيخ عبد الجواب السلام؟ الجواب عندما نعيد هؤلاء الظلاميين إلى كهوفهم، حيث قتلوا العلماء في سوريا والأكاديميين. انظر كيف قتلوا العلماء. إن الاستهداف للبنى العلمية والثقافية والأكاديمية عمل ممنهج تديره المخابرات الأمريكية عبر هؤلاء السذج والسقط واللقط حلفاء بني قريظة. لذلك أقول له إن مجازيركم شاهدة عليكم وأنتم نثرات هباء في بطون التاريخ. ولكن يا شيخ عبد السلام أخشى نقرأ بعد 20 سنة أن كثيرا من المسلمين قتلوا كثيرا من المسلمين إرضاء للإسلام وتكريسا للإسلام. والسلام على أمة الإسلام. الشيخ مأمون رحمة، شكرا جزيلا لك. الشيخ موسى عبد اللات، شكرا جزيلا لك. الشيخ عبد السلام الحراش، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلت حلقتنا إلى تمامها. إلى أن نلتقي ثانية، ندعو المولى عز وجل أن يعصم دماء المسلمين. إلى ذلك، هذا يحيى أبو زكريا، ما لم يلتحق بالرفيق الأعلى، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق الله العظيم.